السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة حلويات لالا سعيدة. اليوم غادي نقدم لكم ميني كيش اللي كيجي ولداد ورائعين في المذاق وبنان، وبواحد العجينة لذيذة وهشيشة وكتذوب في الفم. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو العجينة ديال ليكيش، 500 غرام ديال الطحين، ما يعادل 4 الكيسان ديال العنبة عامرين مزيان، شوية ديال بودرة الثوم، شوية ديال الملحة، نص كاس ديال الزيت البلدية زيت الزيتون، 250 غرام ديال الزبدة، بيضة، واحد رويس معلقة ديال الخميرة ديال الحلويات، والماء الا خصنا نزيد واحد شويه ديال الماء ما خصناش ما نزيدوش. بسم الله نبدا على بركه الله. ندير الزبده، نبدا نخلطها غير برؤوس الاصابع مع الطحين. نزيد شوية بودرة الثوم، غير واحد رويس معلقة صغير، شوية د الملحة، نزيد الزيت، ندير شويه الخميره الحلوه، راس معلقه صغيره، ونزيد البيضه، نزيد واحد شويه الماء ما خاصني، قياس غير شوية، قياس واحد معلقة ولا جوج، هاهي العجينة ديالنا تجمعات. دابا غادي نلويها بلاستيك الغذائي ونخليها تطيب شوية وندوز معاكم الحشوة، المقادير ديال الحشوة. كنحتاجو في الحشوة صدر ديال الدجاج مقطع قطع صغيرة، فلفلة خضراء وحمراء وصفراء، بصلة مشلضة تكون كبيرة ولا جوج صغار، جوج بيضات، ياغورت طبيعي، 4 المثلثات ديال الفرماج، جوج معالق ديال نشا الذرة، نص معلقة صغيرة ديال الخميرة الحلويات، الإبزار على حسب الذوق، اللي كيبغيها حاره واللي ما كيبغيش الحر ما يكثرش، دير غير نص معلقه، سكنجبير، الملحه وشويه ديال بودره الثوم. كنديروا مقله على النار ونديروا شويه ديال الزيت، كندير البصله، نخليوها حتى تشحر شوية، عاد نزيدو الفلفلة واللحم، هاهي تشحرات شوية دابا البصلة، نزيد الفلفلة، نزيد شوية المعدنوس، سمحولي ما ذكرتلكمش في المقادير، ندير واحد شوية ديال المعدنوس. نزيد اللحم،
بالنسبه للدجاج. شويه سكنجبير وشويه ديال البزار، شويه بودرة الثوم ونسمعوها، شويه ديال الملح، دابا كنخليهم حتى كيطيبو، عاد نوريلكم باش كنديرو نعمرو الكيش. ننتقلو دابا باش نشكلو الكيش ديالنا. كندير هاد الليمون، هادو تقدرو ديرو اي شكل بغيتو. ها هي العجينة ارتاحت شوية، نجيب واحد البلاستيكة اللي قسمتها على جوج، ندمج الكامل بين الميكا، نخليو على هاد السمك هدا، متكونش غليظة و متكونش رقيقة، تكون وسطانية. نجيب ليمون، ندوز فوق هاد التلاجة هكا، نحيدو هذا الزائد حتى نعاودو نكلكوه. كندخلوهم شوية، وممكن ديرو بالطريقة هادي، كديرو وحدة فوق وحدة باش كترصيوها هكا. كنتقبوها بالفرشيطة، نعاود معاكم جوج خرين. ندوزو فوق هاد التلاج، غادي نخليوها حتى نعاودوها.
نستمروا على هذه الطريقه حتى نعمروا الليمون ديالنا كاملين. دابا انا ساليتهم في التعمار، ساليت العجينه كلها، خرجت ليا 22 حبه. غادي ندخلهم دابا للثلاجه يبردوا، نتلاقى معكم من بعد. دابا غادي نوجد معكم الطبقه الفوقانيه ديال الكيش، ندير ياغورت طبيعي، نزيد البيض، ندير هاد جوج معالق ديال النشا، هنا راني عابراهم جوج معالق، ورص معلقة ديال الخميرة الحلوة، وشوية د المعدنوس، ندير هاد ربعة د الفرماجات، ونخلطوه مزيان بالطراب، حتى يوصل جوج الفرماج مع ياغورت العناصر الأخرى. هاهما الكيش ديالنا، خليتهم في التلاجة حتى شدوا راسهم، هانتوما كتشوفوا. دابا غادي نبدا نعمرهم. ها هي الحشوه بردات، خليتها حتى بردات مزيان باش ما تقطعش لينا العجينه، وهذا الخليط هذا اللي غادي ندير فوق الحشوه بسم الله. نبدا ندير قياس معلقه شويه، ونقادو مزيان باش يجي حتى في الجناب، وندير فوقو هاد الحشوة هادي. نستمر على هذه الطريقة حتى نعمرو الكيش ديالنا. هاني صاليتهم دابا في التعمار، غادي ندخلهم للفران حتى يطيبوا ونوري لكم الشكل النهائي. ملي كيطيب الكيش من الفوق ومن التحت، كنديروا له شويه د الفرماج وهو سخون، غير واحد شويه بحال هكا، ونرجعوه للفران غير يذوب الفرماج ونخرجوه. هذا هو الشكل النهائي ديال لي ميني كيش، نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش ديروا جيم، واللي اول مره كتدخل للقناه دير ابوني،
وتخليوا لي لي كومونتير ديالكم بالصحة والراحة. في أمان الله.